لسه ما خلصناش من جائحة كورونا وتداعيات جائحة كورونا والأوبئة اللي بتحاوط العالم كله. منظمة الصحة العالمية فاجئتنا بتحذيرات خطيرة جدا وجديدة جدا، وحاجة يعني بصراحة تسبب يعني هلع وحاجة ضغط عصبي على العالم كله. منظمة الصحة العالمية بتقول إنه فيروس IG5 بينتشر بسرعة كبيرة جدا في العالم. فيروس IG5 ده شغل تحورات فيروس كورونا اللي لسه العالم بيسدد فواتيره، سواء اقتصاديا أو صحيا أو حتى بعدها حتى بالحرب الروسية الأوكرانية. منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك انتشار سريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا بيحمل اسم IG5. خليكم حافظين بالاسم عشان هيتكرر في الفترة الجاية كتير جدا. منظمة الصحة العالمية قالت في بيانها الصحفي إن هي بتصنف المتحور الجديد IG5 على إنه متحور يجب أن يكون محل اهتمام العالم كله. ومن فترة المنظمة صنفت الفيروس ده إنه متحور تحت المراقبة، وقالت إنه تم الإبلاغ عن IG لأول مرة يوم 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، يعني من أقل من شهر. ومن خلال التقييم الحالي له ولسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل اهتمام العالم كله. وقالت كمان إنه عالمياً هناك زيادة مضطردة لحصة IG5 مقارنة بالمتحورات الأخرى خلال الأسبوع من 17 ل 23 يوليو، وبلغ معدل الانتشار العالمي للـ IG5 17.4%، أي ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالبيانات اللي كانت قبل 4 أسابيع من 19 ل 25 يونيو لما بلغ المعدل 7.6%. يبقى واضح إنه الفيروس أو المتحور يزداد توسعًا وانتشارًا. كمان منظمة الصحة العالمية قالت إنه بينما أظهر الـ IG5 انتشار متزايد ومقاومة أمام مناعة الجسم، ما جاتش أي تقارير عن تغيرات في شدة المرض حتى الآن. ومع كده وبسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، الـ IG5 ممكن يسبب زيادة في الإصابات وبيصبح أكبر انتشارا ومهيبا في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم، ودي تحذيرات خطيرة جدا جدا. ربنا يستر، الناس مش ناقصة والعالم مش ناقص، ولا الاقتصاد خاصة في دول العالم الثالث ناقص. الناس تعبت وباين إن التعب لسه جاي بزيادة، وربنا المستعان وربنا يحمينا جميعا. شكرا جزيلا.